هل الله أغوى داود أم الشيطان؟ والشبهات المثارة حوالين قصة إحصاء داود. قبل ما أقرأ الشبهة إيه باختصار عشان تركزوا حضراتكم معايا وتفهموا، البعض بيقارن القصة دي في العهد القديم ما بين سفر أخبار الأيام الأول وما بين سفر صمويل الثاني، وبيطلع فيها باختصار شديد ثلاث شبهات للأسف منقولة من أكتر من مصدر، يعني قالها واحد قديم نقل منه أحمد ديدات، نقل منه بعد كده الإخوة المسلمين، وقاعدين يكرروها، والبعض حتى ما بيفهمهاش وبيقولها كشبهة بدون ما يفهم نصها أصلا إيه. عشان كده هحاول أشرح الشبهة تفصيلا وبعد كده أجاوب عليها كمان لأن الأمر يبقى واضح، لأن صدقوني شفت كتير من الإخوة المسلمين حتى الشبهة مش فاهمينها بس بيقولوها وبس. المهم بيقارنوا المكتوب في سفر صمويل الثاني 24 وبيقارنوا المكتوب في سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 21 وبيقولوا ما بين القصتين ثلاث اختلافات. صمويل الثاني اللي بيقول إنه اللي أغوى داود هو الله، أما اللي بيقول في أخبار الأيام الأول اللي أغوى داود هو الشيطان، ده اللي بيقولوه. حاجة تانية بيقولوا في اختلاف في أرقام التعداد في ملكة إسرائيل ويهوذا ما بين صمويل الثاني وأخبار الأيام، والأمر الثالث بيقولوا في اختلاف واضح جدا ما بين عدد سنين المجاعة اللي عرضها ربنا أو النبي على داود، 3 سنين ولا 7 سنين. دول الثلاث شبهات اللي هنتكلم عليهم النهاردة باختصار شديد. هقرأ لكم نص الشبهة من أكتر من موقع إسلامي ومن أكتر من مصدر. بيحط الأولاني إغواء داود، بيقول ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. كلام ده فين؟ في أخبار الأيام الأول 21 عدد 1. بعد كده يجيب العدد اللي في صمويل الثاني صح 24 عدد 1 وبيقول وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضوا وإحص إسرائيل ويهوذا. فهنا بيقولوا أخبار الأيام بيقول إن الشيطان هو اللي أغوى داود، هنا بيقولوا إن اللي أغوى داود هو الرب. ويقول وهنا أوحى الروح القدس الذي هو الله إلى مؤلف سفر أخبار الأيام بأن الشيطان هو من أغوى داود ليحصي إسرائيل، أما إلى مؤلف سفر صموئيل الثاني فأوحى له بأن الله هو نفسه من أغوى داود وأهاجه على الشعب إسرائيل ويهوذا. ويكمل بقية كلام ويقول ده عجب وإزاي بيواسوا ما بين الله والشيطان، وبيقول أن الله هو الشيطان، فهل اللي أغوى هو الشيطان أم الله أم الله هو الشيطان؟ كويس؟ ده نص الشبهة الأولانية، موقع إسلامي تاني يتحدث سفر صموئيل عن داود وقد أمره الرب قائلا امضوا احص إسرائيل ويهوذا ففعل داود فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس، يعني عدد إسرائيل في سفر صمويل 800,000 ورجال يهوذا 500,000 رجل. ثم أن داود ندم على إحصاء بني إسرائيل وقال الرب قد أخطأت، ويكمل بقية الكلام لغاية ما يقول ثم أمر الله جاد النبي أن يبلغ داود عقوبة الله له وأن الله يخيره بين أمور، أأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك، وهنا يقول العدد 7 سنين، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أو يكون 3 أيام وباء في أرضك، فالآن اعرف وانظر. لكن سفر الأيام بيقول لنا هو مختلف، يقول جملة العدد 1,000 ده إسرائيل يعني 1,100,000 ويهوذا 470,000، ويقول أيضا لما أخطأ هكذا قال الرب 3 أن عارض عليك 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام ضيقيق وسيف أعدائك أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض. فبيقول التناقض 3 حاجات، إن هو مين اللي أغوى داود الرب أم الشيطان؟ إيه عدد بني إسرائيل؟ صمويل بيقول لنا عدد إسرائيل 800,000 وفي الأيام 1,100,000، سفر صمويل بيقول لنا يهوذا 500,000 وفي الأيام بيقول لنا 470,000، فأي سفر أرقامه صحيحة؟ والثالث بيقول هل العقوبة التي خيرها رب داود 3 سنين جوع أم 7 سنين جوع؟ اللي فهم الشبهة لغاية دلوقتي
يكتب لي 7، اللي عايزني أعيد يكتب لي 5، عشان بس أتأكد إن حضراتكم فاهمين الشبهة اللي بيقولوها واتطرحت هنا في الروم من أسبوع وشوية، أسبوع ونص، علشان كده هحاول أجاوب عليها بالتفصيل إن شاء ربنا وقدر. بس تاني، اللي قالها يومها ما كانش عارف يقول نص الشبهة بطريقة صح، لأنه هو واضح إنه ما كانش فاهمها كويس. طيب، فملخص الشبهة اللي هنرد عليه هي 3 أسئلة: مين اللي أغوى داود، الله أم الشيطان؟ العقوبة كانت 3 سنين أم 7 سنين؟ الأرقام المختلفين عن بعض، أي السفرين أرقامه صحيحة؟ ومين من أسفار الأرقام خطأ وليه؟ أول حاجة، دي نقطة ندرسها مع بعض في البداية وهي نقطة مهمة، إن طبعا التعداد ده هو تعداد للذين يحملون السلاح فقط، يعني الجنود من 20 سنة فما فوق، لكن من 20 سنة فما دون والنساء والغير قادرين على حمل السلاح دول مش في العدد ده. العدد ده يعني للجنود بس، أو اللي يقدروا يحاربوا، أو رجال الحرب فقط. الحاجة التانية، الرجال المعدودين هم المجندين، وعددهم معروف من أجل الخدمة مع الأسباط. كويس؟ دي حاجة ننتبه عليها. يعني العدد هو من 20 سنة فما فوق لرجال الحرب القادرين على حمل السلاح والمحاربة. ناخد مع بعض الشبهة الأولى، مين اللي أغوى داود، الله أم الشيطان؟ الحقيقة الشبهة دي أصلا في الجزء ده نصها خطأ، لأن لا سفر صموئيل ولا سفر أخبار الأيام بيقول إن الله أغوى داود خالص. كويس؟ المعلومة دي مش صحيحة. يعني لا داود، لا سفر صموئيل ولا سفر الأخبار بيقولوا إن الله أغوى داود، دي معلومة مش موجودة لفظيا، هما بيقولوها خطأ وبيخدعوا بيها البعض. سفر صموئيل بيقول: وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود. سفر أخبار الأيام بيقول: ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. طيب، خلي بالكم من الناس اللي بتشتم على التكست. يلا، ربنا يسامحك وربنا يفتح عليك يا رب. لحظة واحدة. طب حضرتك سبقتني، ربنا يبارك حياتك أستاذ الحبيب المفتري أنا. ربنا يبارك حياتك. طيب، إيه الفكرة؟ نفهم الفكر الكتابي بيقول دايما إيه. الفكر الكتابي بيوضح حاجة مهمة: الشيطان ليس مطلق الحرية في هذا العالم. شيطان مش إيده مطلوقة، ما يقدرش يعمل اللي هو عايزه في أي وقت. لا، يوجد إله واحد للكون. لا نؤمن بوجود إلهين، إله للخير وإله الشر، وإله الشر يعمل اللي هو عايزه. الشيطان مش مطلق الحرية، الشيطان مقيد ولا يستطيع أن يفعل شيء إلا بسماح من الله. يقول لنا معلمنا يعقوب في رسالته إصحاح 1 عدد 12: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذ تزكى ينال إكليل الحياة التي وعد به، الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقول أحد إذ جرب، يعني الخير جاي من عند ربنا، ولكن لا يقول أحد إذ جرب أني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وإن خدع من شهوته. يعني إيه باختصار؟ يعني الإنسان لو بقت فيه عنده شهوة شريرة، الله يسمح للشيطان أو الشيطان يجرب هذا الإنسان بسماح من الله بسبب وجود شهوة شريرة ظهرت عند هذا الإنسان. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. يعني واحد زي داود عنده في هذا الموقف أخطأ وأصبحت عنده شهوة شريرة، ولكن لم تكتمل، والله استغل هذا الموقف لتصحيح موقف داود ولتوبة داود ليجعله للخير. لكن واحد تاني زي قايين اتوجدت عنده شهوة، سمح الله للشيطان يجربه فجربه، ولكن الشهوة اكتملت عند قايين رغم تحذير الله، حبلت وولدت خطية، والخطية اكتملت وانتجت موت. فالشيطان هو المجرب فقط، الله لا يجرب بالشرور.
تأكيد ده يقول لنا الكتاب المقدس في إنجيل متى 4:3: فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله. فلقب المجرب أو اسم المجرب هو للشيطان فقط، الله لا يجرب أحد بالشرور، لكن الله يسمح لإنسان أن يجرب لو كان عنده شهوة شريرة، فالله علشان ينقيها يسمح له بالتجربة لأجل التنقية ولأجل البنيان، لأن ربنا وعد وقال كل الأشياء تعمل معا للخير. مين اللي جرب داود بناء على النص الكتابي والمفهوم الكتابي الواضح؟ هو الشيطان، كويس؟ ولكن مرة تانية الشيطان ليس مطلق الحرية في التجريب، فهو لا يستطيع أن يجرب أحد إلا بسماح من الله، لأن مفيش حاجة بتحصل في السماء أو على الأرض تتم إلا أو بدون السماح من الله. فحتى الشر الله يسمح به رغم أنه لا يريده، لأن في فرق ما بين إرادة الله وسماح الله. إرادة الله دايما الخير، لكن لو إنسان ابتدى يبقى عنده شهوة شريرة يسمح الله بالتجربة اللي يكون في ظاهرها شر، ليتوب الإنسان ويعود فيحول الله هذا الشر إلى خير، كويس؟ يعني إيه؟ دايما ربنا هو المسيطر على كل شيء، الخير من عند ربنا وإرادة الله، الشر بسماح من ربنا. زي ما بنقول في غياب النور بيكون ظلمة، الظلمة ليست هدف ولكن نتيجة، بغياب سلام الله بيكون شر. يعني لما إنسان يبقى عنده شهوة شريرة يتركه الله، يبتعد عنه، يصبح هذا الإنسان في تجربة في شر. فالشر بسماح من الله نتيجة البعد ربنا وليس إرادة الله. فالشيطان لا يستطيع أن يضع أحد في الشر إلا بسماح من الله، وإلا لو كان هذا الإنسان في قلبه شهوة بسيطة بدأت تظهر شريرة يستطيع الشيطان أن يصطاد منها. ربنا ذكر لنا قصص كتيرة تؤكد هذا الأمر وتؤكد المعنى ده. قصة أيوب على سبيل المثال، أيوب ظهر في مشكلة صغيرة جدا. ايه هي؟ انه ابتدى يكون بار في عين نفسه، هو مش حاسس بيها ومفيش حد من اللي حواليه حتى كانوا حاسين بيها في البداية، لكن هو امام الناس كلها بار، ولكن ظهر في قلبه شيء شرير بسيط جدا، وربنا شايفه انسان رائع مش عايز يسيب هذا الشر الصغير يأثر فيه. فيقول لنا سفر أيوب إصحاح 1 بداية من 7: فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض والتمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ لأن ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سجيت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فأنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هوذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. ده يوضح لنا إيه؟ نفس المفهوم الكتابي، إن الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيء بدون سماح الله. طب إيه إرادة ربنا حتى لما يسمح بتجربة شريرة يريد بيها الخير؟ عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية إصحاح 8:28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لكن المشكلة أن التجربة دي بتبقى زي النار، أولاد ربنا الكويسين النار دي بينقيهم من الشوائب وبيطلعوا أنقياء زيادة وياخدوا مجد زيادة وتتحول التجربة للخير كتير قوي، وخاصة في ملكوت السماوات. أولاد العالم الأشرار اللي بيبقى كلهم قش ومفهومش معدن كويس،
نار التجربة بتحرقهم بالكامل وما بيبقاش منهم شيء. فالتجربة اللي بيسمح بيها ربنا ده شر، لكن الله بيحولها لخير. لذلك لما لقي الشيطان يجرب، هو الشيطان اللي يجرب ويغوي، لكن بسماح من مين؟ من الله. عشان كده لما يقول لنا سفر الأخبار مين اللي أغوى داود؟ الشيطان، وده صحيح. بسماح من مين؟ من الله. ليه؟ لأن غضب الله على داود وعلى الشعب لأن حصل فيهم خطية، فسمح للشيطان أن يجرب ويغوي لينقيهم من الشر. الفكرة اتضحت. خطة الشيطان دايما هدفه الشر لأنه شرير ودايما يشتكي على أبناء الرب، واسمه المشتكي، وهو المجرب، وهو اللي بيغوي بالشر. لكن الله بيحول شر الشيطان لأولاد ربنا اللي بيتوبوا وبيندموا وبيتنقوا بالتجربة من هذا الشر ومن هذه الخطية، بيحولها لهم للخير في النهاية. طيب في الموقف ده ايه الشر اللي كان موجود؟ عدة اخطاء كانت موجودة في قلب داود وفي الشعب. في شهوة بدأت تظهر في قلب داود، وفي اهمال وخطية ابتدت تظهر في الشعب. طب ربنا مش عايز داود الخطية دي تنتشر في قلبه زيادة، ولا الشعب يضيع بالكامل بعيد عن ربنا، فساب لهم يتعرضوا لدرس روحي مهم يتحرق فيه الأشرار بس، والأنقياء القلب الكويسين يتطهروا زيادة ويتنقوا به ويتحول الأمر للخير أكتر. خطية ابتدت تتسلل لقلب داود، هو ابتدى يفتخر بقوته، ابتدى يفتخر بمملكته وبعدد جيشه، وابتدى يقل اعتماده على الله، وابتدى يعتمد على ذراعه البشري وذراع جيشه البشري. داود لما كان صبي حلو لسه في بداية حياته اعتمد على الله فقط، قتل أسد وقتل دب، ولكن عارف ان ده مش بمجهود ولا قوته الشخصية، ده بعمل الله فقط. لما راح قابل جليات الأعظم منه قال له أنت تأتيني بسيفك ورمحك، بسيف ورمح وترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذي عيرتهم. كان رائع جدا في اعتماده على الله فقط، لا اعتماده على قوته ولا اعتماده على أي حد تاني من البشر ولا جيش. دلوقتي ابتدى داود بعد ما ثبت المملكة وبعد ما عمل حروب كتير وبعد كان مضطهد من شاول، بيعتمد أيضا على ربنا وعارف أن ربنا فقط هو اللي أنقذه من شاول. للأسف ابتدى دلوقتي في هذه الفترة يفكر في قوة جيشه وسلطانه وجيشه العظيم ده قد إيه، ويعتمد على جيشه أكتر. فسمح الله، فغضب الله على داود، وسمح الله للشيطان أن يغوي داود فيعد الشعب علشان يسقط في الخطية دي ويتوب عنها ويكتشف خطأه. ولما يكتشف خطأه ويتوب، وبالفعل يا داود اكتشف خطأه وضرب قلبه، يعود ربنا يسامح داود ويديله بركة أكتر، ويصبح داود في نهاية التجربة أكثر نقاء. طيب خطية الشعب إيه؟ خطية كبيرة انتشرت في الشعب، وهي بعد ما استراح الشعب من الحروب مع الفلسطينيين، واختنى الشعب من بني عمون، واستراحوا من الجفاف اللي كان حصل 3 سنين بسبب بني بليعال اللي اتذكروا في 2 صمويل 23، ابتدى يبعد بعض الشعب عن الرب. عشان كده دايما السلام الحلو قوي والخير الكتير في الارض بيكون نتيجة تراخي، ويكون نتيجته ناس كتيرة تبعد عن الله. غريبة تلاقوا المسيحية قوية في الشرق ومسيحية اسمية كتيرة جدا في الغرب، رغم ان الغرب يتمتع بسلام رائع والشرق يتمتع باضطهاد شديد جدا. ليه؟ الاضطهاد بينقي، فتلاقي المسيحية قوية في الشرق. الغرب مش كلهم، بعض منهم، مش بعمم، ما هو يوجد مسيحية اسمية في الشرق ويوجد مسيحيين اقوياء في الغرب، ولكن دايما الحريات الشديدة قوي والسلام الكتير قوي للأسف بيقود البعض للأسف للبعد عن الله. لو تفتكر لما تكلمنا على كنيسة سميرنا المرة، كنيسة برغامس اللي كانت موجودة،
آسف كنيسة سميرنا معلش، تاني كنيسة بعد أفسس. الكنيسة دي كانت نقية جدا باستمرار، عشان كده ربنا ما قالهاش لي عليك. ليه؟ لأنها كانت كنيسة اضطهاد، كنيسة دم، كنيسة تجارب شديدة قوي، فكانت متنقية باستمرار بسبب الاضطهاد، فربنا ما قالهاش لي عليك. قال لبقية الكنائس اللي بعدها لما ابتدى يحصل السلام. أول ما ابتدى يحصل السلام في عصر قسطنطين، للأسف جه معاه الهرطقات الكتيرة قوي والانقسامات بعدها. طيب، فالشعب ابتدى يظهر فيه بني بليعال، الخطاه الأشرار اللي بيفعلوا الشر ذكور بذكور وغيرها من الخطايا دي، ودي ربنا خطيئة مش عايزها تنتشر في شعب إسرائيل اللي في شريعة العزل اللي هيجي منهم الذبيح الحقيقي. فربنا عايز يطهر الشعب من هؤلاء الأشرار. إيه اللي يأكد إن فعلا كان فيه ابتدى يبقى خطيئة في قلب داود؟ لما حصل الأمر ده، داود ما صلاش لربنا أعمل الإحصاء ولا ما أعملش، ما سألش ربنا، بل أول ما طلعت الفكرة دي في ذهنه قال لي يؤاب على طول يعد الشعب، وقعد الفترة دي كلها ما ندمش لغاية ما يؤاب خلص العدد، بل يؤاب نصحه وقال له بقى يخلي الشعب ربنا يباركه زي ما هو. احتد على يؤاب ورفض يسمع نصيحة يؤاب ان هو ما يعملش التعداد، وما استشارش الرب. فنقول يعني العدد يأكد لنا الكلام ده في سفر صمويل الثاني 24. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده، طف في جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعدوا الشعب فأعلم عدد الشعب. فقال يؤاب للملك ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف، وعين سيد الملك ناظرتان، لكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ يعني ليه ما تسيب الشعب ربنا يباركه زي ما هو بدون تعداد؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعد الشعب أي إسرائيل. وكلام ده أيضا يتكرر في سفر أخبار الأيام الأول 21. فده تكرار للخطية، ما تعلمش من خطيته السابقة. خطيته السابقة ما استشارش ربنا في أمر الجبعونيين وتعجل وحكم بيه، وعاند داود فترة طويلة قبل ما يعترف بخطيته. ولكن لما حصلت التجربة وسمح الله بالتجربة، وسمح الله للشيطان أن يجرب داود ويغويه، رجع داود لقلبه واعترف بخطيته، واعترف أنه سفه جدا، حتى نلاحظ أنه اعترف قبل ما يعدوا بيها جاد الرائي. كلام ده موجود فين؟ سفر صمويل الثاني 24 عدد 10. وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب قد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أذل اسم عبدك لأني انحمقت جدا. ويقول في أخبار الأيام الأول 21 لأني سفهت جدا. يعني داود عرف ان العمل ده خطيه، واعترف ان العمل ده خطيه، وعرف ان ربنا سمح للشيطان يجرب داود بسبب خطيه قلب داود. كويس. داود ايضا اثناء العدد رغم اصراره كان متردد في تنفيذه، يعني حتى ما رضيش يعد بقيه الناس اللي هم أقل من 20 سنة، من 20 سنة فما دون، مرضيش يعدهم داود. كويس. لذلك عقاب ربنا يوضح ان ده كان خطية حصلت في داود وفي الشعب، وداود ما تبش عنها في البداية ولا الشعب ايضا، لذلك ربنا عاقب الشعب. تأكيد ان بني بليعال كانوا موجودين في الشعب، نلاقي الكلام ده في صمويل الثاني صح 23، بل ربنا قال نبوة في بني بليعال في الشعب ابتدوا يكتروا وربنا هيحرقهم. كلام ده فين؟ في صمويل الثاني 23 بداية من عدد 6. ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. يعني ربنا قال ايه؟ قال نبوة في بني بليعال، الناس الخطاه اللي بيفعلوا الشر ابتدوا يكتروا في شعب إسرائيل، دول مش هخليهم حد يحاربهم، دول هحرقهم
مش هيتاخدوا بيد، يعني مش سيف هيقتلهم، دول ربنا هيضربهم ضربة بنفسه. وفعلا ضربة الوباء هي اللي ضربت بني بليعال وماتوا فيها. فده الرد على موضوع الشيطان هو اللي أغوى داود ولا الله. الله لا يغوي أحد، الله سمح بسبب خطية داود وخطية الشعب للشيطان أن يجربهم لكي يتنقوا. تأكيد الكلام ده أيضا الفرق اللغوي اللي قلت لحضراتكم عليه. سفر صمويل الثاني بيقول غضب الرب بسبب الخطية طبعا. سفر أخبار الأيام يقول وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود. الرب ترك الشيطان يجرب داود بسبب خطية داود، وزي ما قلت في غياب النور بيكون في ظلمة. أخطأ داود، ربنا غضب وزعل، بعد عن داود وعن الشعب شوية صغيرة، سمح للشيطان يجربه. لا، غلطة داود أستاذة ليديا شاول ده كان مات من قبلها بفترة تقريبا حاجة وعشرين سنة، تقريبا 25 سنة. ده الحادث ده بعد شاول بفترة، ده بعد ما داود خد المملكة واستقر وانتصر على فلسطينيين وسيطر على الجبعونيين وكل الناس دول كلهم، وبقيت المملكة في ايده بالكامل. يعني 7 سنين الفترة الاولانية، وبعد كده لغاية ما شوف الشيس والكلام ده كله، بعدها تقريبا حدود 10-15 سنة طبعا بعد شاول بفترة. المهم، فالشيطان زي ما قلت هو اللي جرب وهو اللي أغوى، ولكن بسماح من الله بسبب خطية داود وبسبب غضب ربنا على داود وعلى الشعب، فبعد عنهم وتركهم في يد الشيطان ليغربلهم ويجربهم فينقيهم الله. كويس، ده اللي ربنا سمح به. وربنا لا يجبر أحد، لكن ربنا دايما يسيب قدام الإنسان الاختيار، زي ما يقول سفر التثنية 30:15، انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير الموت والشر. الإنسان هو اللي بيختار، يختار يبقى مع الله، الله يسنده ويتوب عن أي خطية تزعل ربنا، يبقى ربنا معاه ينتصر على أعداده ويكون محمي في يد الرب. الإنسان لو اختار الشر بإرادته ورفض التوبة ورفض تبكيت الروح القدس اللي هنتكلم عنه كمان شوية صغيرة، الله بيسيب هذا الإنسان في يد المجرب فيجربه ويغربله. الإنسان ده لو لسه في نقاء في قلبه، الغربلة بتنقيه زيادة وتخليه يتوب أكتر ويرجع لربنا. هذا الإنسان لو لا يوجد فيه أي شيء نقي ولا صالح في قلبه، بل كل شرور، بيتحرق بنار التجربة ولا يبقى شيء. لذلك الحقيقة سفر صموئيل الثاني 24 وسفر أخبار الأيام الأول 21 مكملين لبعض جدا في القصة دي. ليه؟ لأن سفر صموئيل ذكر لنا أن التجربة أتت من عند ربنا، عشان ما يفهمش حد أن الشيطان بيجرب براحته بدون إذن من الله. سفر أخبار الأيام وضح أن الشيطان هو اللي يجرب، يؤكد أن الله لا يجرب بالشرور. فالاثنين بيفهمونا مع بعض الفكر الحقيقي الصحيح، الله لا يجرب بالشرور ولكن الله مسيطر على كل شيء. الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بسماح من الله، ولكن الشيطان هو اللي بيجرب بالشر، والله يستغل تجربة الشيطان لخير أولاد الله، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى نار التجارب تعمل الخير من أجل أولاد الله اللي بالفعل بيسرع بالتوبة. ده الجزء الأولاني. الشبهة الثانية اللي في الموضوع ده، وهي عدد سنين المجاعة، 7 سنين ولا 3 سنين. سفر صمويل الثاني 24:13، فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك، أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك. لكن سفر أخبار الأيام 21، أم 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض. فيقول البعض أهو صموئيل قال الثاني قال 7 سنين، أخبار الأيام قال 3 سنين، وده تناقض وده خطأ وتحريف في الكتاب المقدس. ده اللي بيقوله، الحقيقة لا، الاثنين برضو صموئيل الثاني وأخبار الأيام الأول مكملين لبعض جدا بطريقة واضحة، يوضحوا الفكر الكتابي ويوضحوا كمان القصة بالفعل أحداثها إيه بطريقة واضحة محدش يخطئ فيها. يعني إيه؟
لما تحصل مجاعة في مكان الطعام بيخلص امتى؟ خاصة في الزمان ده. يعني حصلت مجاعة حاليا ووقف المطر والحصاد كان تم، وفعلا يؤكد ان السفر صموئيل الثاني صح 21 ان هو كان تمت ايام الحصاد خلاص وجمعوا المحصول، وجزء من سنة تحسب سنة في الفكر اليهودي. فلو توقفت الزراعة بسبب عدم وجود مطر السنة اللي بعدها، لسه عندنا أكل يكفي عامين. يعني لو توقف المطر نهاية السنة دي وهم كان جمعوا محصول السنة دي سنة، السنة التانية لسه عندهم غلال، والسنة التالتة لسه عندهم غلال. يعني المجاعة اللي تحصل بسبب توقف المطر أو توقف المطر لما يحصل جفاف أول 3 سنين أو سنتين وجزء من السنة يحسب سنة، 3 سنين دول أصلا مفهومش مجاعة. كويس؟ كلام ده طب أكده بأدلة، لحد يقول إن أنا بخترع الكلام ده من دماغي. سنة اليوبيل بتيجي بعد سنة 7، والسنة 7 ما فيهاش زراعة، وسنة اليوبيل السنة 50 ما فيهاش زراعة. بتبقى سنة 48 اللي هي السنة السادسة بيكفي محصولها يغطي السنة 7 وسنة اليوبيل وجزء من السنة اللي بعدها لغاية ما يزرعوا ويحصلوا. الكلام ده فين؟ في لاويين 25. يعني غلت السنة السادسة بتكفي 3 سنين، وخاصة لو اقتصدوا فيها شوية تكفي لغاية ما يزرعوا في السنة الثامنة ويخلص موسم الزراعة ويجنوا المحصول ويأكلوا من الغنلة العتيقة إلى السنة 9. يعني محصول السنة السادسة يفضلوا يأكلوا فيه لغاية السنة 9، لغاية ما يجمعوا المحصول إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا. أستاذ الحبيب ملكة ملكان، بركة كبيرة وجودك معنا في الروم، كويس أنا كنت عايز أطمئن عليك. علشان كده لو حصل جفاف وتوقف الزراعة في السنة الثانية، لأن احنا قلنا السنة الأولى جزء منها يعني سنة، فالسنة الأولى ما عندناش مشكلة فيها، السنة الثانية والثالثة وبداية السنة الرابعة كل دولة ما عندهمش مجاعة لسه. يحتاج الشعب بقية السنة الرابعة عشان ينهي المحصول لآخره ويبتدي الجوع الشديد. بمعنى لو حصل توقف في المطر ومجاعة 7 سنين، أول 3 سنين دولة ولا حاجة، دولة مش مجاعة. السنة الرابعة ممكن يستهلكوا كل المحصول اللي معاهم ويبتدوا يستغلوا بعض الفلوس اللي موجودة عندهم في شراء المحصول أو في شراء مؤن من أماكن مختلفة، وتفضل 3 سنين جوع شديد جدا. الفكرة اتضحت؟ تأكيد للفكرة دي بأدلة من الكتاب المقدس أيضا، بالإضافة لموضوع سنة اليوبيل. المجاعة اللي حصلت في زمن داود فترة الجبعونيين، داود ابتدى يشعر امتى بالأزمة؟ في نهاية السنة الثالثة. يعني متوقف المطر لمدة 3 سنين وداود مش حاسس بأي مشكلة، متوقف المطر ولكن لسه ما فيش مشكلة. يقول لنا صموئيل الثاني إصحاح 21 عدد 1، وكان جوع في أيام داود 3 سنين، سنة بعد سنة. إمتى داود ابتدى يشعر بالمشكلة ويصلي ربنا؟ فطلب داود وجه الرب، إمتى؟ في السنة الثالثة، في نهاية السنة الثالثة. فقال الرب هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين. دليل تاني أيضا من الكتاب المقدس، بلاش إسرائيل خالص، مصر. ال7 سنين اللي جات مجاعة في زمن يوسف، امتى ابتدت تحصل مشكلة؟ سفر التكوين 41، وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، لكن لسه عندهم غلة بيستخدموها ومقتصدين فيها. أما جميع أرض مصر فكان فيها خبز، ولما جاعت جميع أرض مصر يعني استغلوا الغلال اللي موجودة عندهم ومخزنينها، وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز،
قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان جوع على كل وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد جوع أرض مصر. فجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف تشتري قمحا لأن الجوع كان شديد. لما نروح لغاية إصحاح 47 ويكمل لنا من عدد 13 قصة ويقول الجوع كان شديد جدا، جمع يوسف الفضة اللي موجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح اللي اشتروه، وجاء يوسف بالفضة لبيت فرعون. سنة فضة، السنة الثانية، فلما فرغت الفضة من أرض مصر من أرض كنعان، أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا فلماذا نموت قدامك لأنه ليس فضة أيضا. فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم أيضا إن لم يكن فضة. دي السنة الثانية. سنة أخرى، سنة ثالثة، لما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقال له لا تخفى عن سيدك إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي ولم يبقى قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، فلماذا نموت نحن يعني نموت أمام عينك نحن وأرضنا جميعا، اشتري أرضنا بالخبز. فاشتري يوسف كل أرض مصر. يعني من السبع سنين اللي تعرضت المجاعة فيها في أرض مصر كان في جوع الأول أربع سنين بس يقدروا يتغلبوا عليه بالمحصول اللي لسه موجود عنده بقياهم، لكن اتزنوا إمتى ليوسف واضطروا يشتروا من يوسف وكان جوع شديد واتبهدلت وخارت القوة بالفعل. ثلاث سنين، سنة اشتروا بالفضة اللي موجودة عندهم قمح، والسنة الثانية اشتروا بالبهائم لأن الفضة كانت خلصت، والسنة الثالثة اشتروا بالأرض بتاعتهم القمح والخبز لأن الفضة والبهائم كانت خلصت. فنفهم لما يقول جوع سبع سنين، أول ثلاث سنين، أول سنة قلنا جزء من سنة يعني سنة، تاني وتالت وجزء من رابع سنة ما عندهمش مشكلة، لسه عندهم بقايا من الغلال يستخدموها، كمالة الرابع سنة حتى لو معاهم فضة يقدر يشتروا بيها أو شيء قليل، ولكن المجاعة الحقيقية الفعلية اللي ما عندهمش حاجة خالص بقى هي ثلاث سنين الأخرانيين من السبع سنين. وده بأدلة، ثلاث أدلة لغاية دلوقتي قدمتها لحضراتكم من الكتاب المقدس. وده اللي حصل في مصر. السنة الخامسة اشتروا بالفضة، السنة السادسة اشتروا بالبهائم، السنة السابعة اشتروا بالأرض. حصاد بن هدد للسامرة كان شديد لأنه استمر فترة. فيقول لنا سفر ملوك الثاني 6 عدد 25 كان جوع شديد في السامرة لأنه حصرها فترة طويلة. لكن الحصار بتاع الثلاث سنين اللي حصل في ملوك الثاني بتاع ملك أشور على الأرض لما حصرهم ثلاث سنين ما أثرتش عليهم. يعني توقف الزراعة ثلاث سنين ما يأثرش، ممكن ينجو منه الفلاحين وينجو منه أهل الأرض. السنة الرابعة يبقى السنة اللي بتشطف فيها المحاصيل وبيقدروا يشتروا حتى لو حاجات بسيطة، لكن خلاص بيخلصوا كل اللي عندهم. أما أصعب ثلاث سنين في المجاعة السبع سنين هي تبقى السنة الخامسة والستة والسبعة. علشان كده اللي بيتكلم عنه سفر أخبار الأيام بيتكلم على أصعب ثلاث سنين اللي هيحصل فيها موت كتير بسبب المجاعة. أما سفر الصمويل بيتكلم على الفترة الكلية للمجاعة. علشان كده سفر الصمويل تأتي عليك سبع سنين جوع في أرضك، يعني الأرض تبقى جعانة، الأرض نفسها ما يبقاش عليها مطر، جعانة للمطر. لكن سفر أخبار الأيام يوضح لنا، يعني سفر صمويل وضح ان المجاعة الارض سبع سنين لكن هما لسه عندهم محصول مجمعينه ولسه عندهم ايضا ثروة مالية يقدروا ينجوا لعدة سنين. اما سفر اخبار الايام ثلاث سنين جوع للشعب، يجوعوا بالفعل ما عندهمش اكل ياكلوه. هل تتفهمت الجزء ده؟ يعني جوع الشعب ثلاث سنين، اما جوع الارض توقف المطر عليها سبع سنين. عشان كده حتى الفرق اللغوي ما بين سفر صمويل الثاني وسفر أخبار الأيام كان واضح قوي ما بين الاثنين، ويكمل بعضه ويوضح لنا أنه بالفعل جوع ثلاث سنين حقيقي، ولكن الفترة الكلية لتوقف المطر هيبقى سبع سنين. طب ليه ذكرها السفرين بالطريقة دي بطريقة تكميلية؟ عشان يوضح هي سبع سنين ولكن الفترة الصعبة هتكون ثلاث سنين، نفهم ان هما مش هيقدروا يحتملوها.
لو كان قال لنا 3 سنين وبس كنا ممكن نفكر زي ما شفنا في سفر ال السنة اليوبيل في سفر اليوبيل 25 ونقول له ايه مشكلة 3 سنين، ما كان يا داود يختار الثلاث سنين وكان يقدر يعدي. فلو كان قال 3 سنين بس في السفرين كنا قلنا داود كان يختار 3 سنين وهيعدي بالأزمة دي مش مشكلة خالص. لو كان قال 7 سنين في السفرين كنا نعتقد فترة صعبة قوي، وازاي ربنا يحكم حكم صعب بالشكل ده. فهو كان الاختيار ما بين 7 سنين اللي هم في حقيقتهم 3 سنين صعبين، او 3 شهور حرب، او 3 ايام وباء. عشان كده داود اختار 3 ايام. هل الجزء ده اتفهم؟ عشان ندخل على الجزء الثالث، وهو عدد الشعب، الارقام المختلفة ما بين السفرين. في سفر صموئيل الثاني بيقول لنا العدد اللي عد يؤاب، فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. دول 800,000 إسرائيل ويهوذا 500,000. ده الكلام اللي بيقوله لنا سفر صموئيل الثاني. أما سفر أخبار الأيام بيقول لنا عدد إسرائيل 1,100,000 يعني 1,100,000، ويهوذا 470,000 يعني 470,000. نمسك أولا إسرائيل. صموئيل بيقول لنا 800,000، أخبار الأيام بيقول لنا عددهم 1,100,000. الفرق بينهم 300,000 رجل محارب. إيه قصة 300,000 رجل دول؟ نلاحظ أن سفر صموئيل بيتكلم على الرجال ذي بأس اللي بيستطيعوا حمل السلاح. وفي فرق دايما ما بين وقت السلم ووقت الحرب. تفهموا الفكرة طبعا الحالية اللي بتتعمل هي الجيش والجيش الاحتياط، صح؟ لكن زمان كان الجيش الاحتياط دايما أضخم من الجيش جدا، لأن لما بتحصل حرب كل الشعب بيحارب اللي يقدر يحمل سلاح، لكن مش هيخلوا كلهم باستمرار حاملين سلاح ويسيبوا الزراعة. فجيش الاحتياط هو من إسرائيل 800,000، أما الجيش الفعلي اللي باستمرار قاعد وظيفته إن هو جندي دول 300,000. هنفهمهم بالتأكيد بأدلة من الكتاب المقدس، ونلاقي الرقم دقيق جدا. أخبار الأيام إصحاح 27 عدد 1 وبيقول: وبني إسرائيل حسب عددهم من رؤساء الآباء ورؤساء الألوف والمئات وعرفائهم الذين يخدمون الملك في كل أمور الفرق الداخلين والخارجين شهرا فشهرا لكل شهور السنة، كل فرقة كانت 24,000. 24,000 في 12 فرقة، 24 في 12 ب 288,000. دول الجنود الحقيقيين. بقيت الناس القادرين على حمل سلاح دول حاجة تانية، لكن دول القادرين على أو الجنود الحقيقيين للملك. بالإضافة لل 288,000 الرؤساء، يقول لنا عدد 12 رئيس، كل رئيس له فرقة 1,000 تحت سلطانه. ده بالإضافة لل 24,000. وأسماء الرؤساء اللي كل واحد فيهم ليه فرقة تحت سلطانه نلاقيهم في أخبار الأيام الأول 27 من عدد 16 ل 22 بالاسم كمان، وكل واحد من ال 12 دولة تحت إيده 1,000 يعني 12,000. 12,000 زائد 288,000 يساوي كام؟ 300,000. 300,000 دول الجنود الحقيقيين الفعليين اللي واقفين بالسلاح ليل نهار. أما 800,000 دول القادرين على حمل السلاح ولكن شغالين في الزراعة وكل حاجة، دول لو احتاجهم داود يقدر يجمعهم. 800 زائد 300 يساوي كام؟ 1,100,000 اللي قالنا عليه سفر أخبار الأيام الأول. اتضحت ولا أعيدها مرة تانية باختصار؟ لو حد عايزني أعيدها مرة تانية يكتب لي 5 وأعيدها، لو اتضحت اكتبوا لي 7. طيب حاضر، أعيدها تحت أمر حضراتكم. سفر أخبار الأيام الأول قال لنا عددهم
100,000. سفر صموئيل الثاني قال عددهم 800,000. الفرق ما بين الرقمين 300,000. جم من فين ال 300,000 دول؟ لأن سفر أخبار الأيام قال لنا العدد الإجمالي بالكامل، أما سفر صموئيل قال لنا العدد القادرين على حمل السلاح، ولكن هم مش حاملين سلاح حاليا لأنهم مش في حالة حرب، اللي هم 800,000. طب ال 300,000 الفرق ما بينهم دول اللي بالفعل حاملين سلاح حاليا مع داود، ده الجيش الفعل اللي موجود. أما ال 800,000 دول ممكن يبقوا جيش لما يحبهم داود، ولكن هم مش حاملين سلاح دلوقتي لأنه مش حالة حرب. طب ال 300,000 دول فين؟ منهم 12 فرقة، كل فرقة 24,000، ف 12 في 24 288,000، ومنهم 12 رئيس، كل رئيس معاه 1000، يعني 12,000. ف 288,000 زائد 12,000 دول 300,000 الجيش الفعلي. اما الجيش الاحتياطي اللي موجود عند داود اللي ممكن يستدعيهم لما يحب، دول عددهم 800,000. ف 800 زائد 300 يساوي 1,100,000. ده زي ما ذكرت لنا الاعداد بالتفصيل بالارقام في الكتاب المقدس. فسفر صموئيل بيتكلم على الرجال اللي يستطيع حمل سلاح وينضم للجنود بالفعل، وده عددهم 800، ولكن هم مش جيش حاليا، دول موجودين في الأسباط كلهم شغالين في الزراعة وفي أعمال الحقل وفي الرعى، مش جيش، لكن ممكن يحملوا سلاح لما يحتاجهم داود مباشرة. أما الجنود الفعليين اللي موجودين في الفرق حاليا، عساكر بالفعل في الجيش في الخدمة، دول عددهم 300,000. سفر أخبار الأيام الأول بيتكلم عن الجيش الكلي، جيش حقيقي وجيش احتياط، اللي مستعد يحمل سلاح لما يحتاج داود، واللي حامل سلاح بالفعل دلوقتي ومجند، اللي عددهم 1,100,000. كويس؟ دول بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة ليهوذا، سفر صموئيل قال لنا عددهم 500,000، سفر أخبار الأيام قال لنا عددهم 470,000. الفرق ما بين الاثنين 30,000. أيضا الأمر شرحه الكتاب المقدس وما سبهوش غامض، لأن شرح لنا أن داود بالإضافة للفرق كلها المختلفة كمان خد من يهوذا فرقة خاصة ليه هو، يعني غير الفرق ال 12 اللي كل واحدة 24,000، وغير الفرق ال 12 رئيس اللي كل فرقة 1000، كمان داود خد لنفسه هو لوحده جيش خاص به، فرقة ليه هو عددها 30,000. كلام ده فين؟ سفر صموئيل الثاني إصحاح 6 عدد 1. جمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل 30,000، ده بتاع داود لوحده. عشان كده سفر صموئيل يقول لنا العدد الكامل للجيش بتاع سبت يهوذا. سفر أخبار الأيام يقول لنا عدد المستعدين يحملوا سلاح من سبط يهوذا، ولكن ما تكلمش على فرقة داود 30,000. ف30,000 الفرقة الخاصة بداود، بجيش داود الخاص. اتذكر الرقم ده أضيف للعدد الثاني فبقي 500,000، أما سفر أخبار الأيام ذكرهم بدون 30,000 جيش داود. تأكيد الكلام ده أيضا لفظيا، سفر صموئيل الثاني 24:9 يقول لنا فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذي بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. سفر أخبار الأيام يقول فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى داود، فكان كل إسرائيل، خدتوا بالكم؟ يعني صموئيل بيقول لنا الناس اللي يقدروا يحملوا السيف من إسرائيل 800,000. أخبار الأيام يقول لنا كل جملة الشعب كان 1,100,000 اللي قادرين على حمل السلاح. في إسرائيل في سفر صموئيل يتكلم على إسرائيل الرجال المعدودين، أما الأخبار يقول العدد الكلي وليس المعدودين فقط الزيادة، لأن 300,000 دول عددهم معروف.
يهوذا سفر صمويل يقول رجال يهوذا الإجمالي. سفر أخبار الأيام يقول المعدودين من يهوذا، لكن ما يعدلهمش تبعهم فرقة داود 30,000. فهمنا القصة؟ اتضح الرقم؟ اللي كاتب سفر صموئيل الثاني هو كمالة سفر صموئيل الأول، جاد النبي وناثان النبي أو الرائي زي ما يقلقبه من الكتاب المقدس. دليل فين؟ هتلاقيه موجود في سفر صموئيل، وهتلاقي أيضا موجود في سفر أخبار الأيام الأول. فصموئيل النبي مؤسس مدرسة الأنبياء كاتب من بداية سفر صموئيل لغاية ما قبل موته، وكمل بعده جاد وناثان. ولو حد يحب مرة من المرات نتكلم في قانونية سفر صموئيل الأول والثاني اللي هم كانوا في الماضي سفر واحد، بدأوا صموئيل وأكملوا جاد وناثان، ممكن نتكلم في قانونيته وكتبه وتاريخه والقصة دي كلها، بس ده مش موضوعنا الآن. لكن ما عندناش سفر في الكتاب المقدس عهد قديم وجديد مش عارفين مين اللي كتبه. شكرا أستاذ الحبيب Peace to Earth، ربنا يبارك حضرتك، لكن أيضا لكل الناس ما عندناش سفر في الكتاب، رغم أنه مش مهم مين كاتب السفر، لأن كاتب الكتاب المقدس هو روح الله القدوس، هو ده المهم. مش مهم مين الشخص اللي كاتبه، ولكن أيضا الله لم يترك نفسه بلا شاهد، فبالأدلة الخارجية والداخلية عارفين كل سفر مين كاتبه واتكتب إمتى وإزاي وصل لنا حتى الآن بدون أي تحريف. رغم أكرر مرة تانية اللي يهمنا أن الكتاب كله اللي كاتب واحد بس وهو روح الله القدوس. استخدم أدوات الكتابة رجال الله القدسون المسوقين من الروح القدس. أستاذة ليديا أنا مش فاكر الإصحاح بالضبط، لكن أعتقد قبل إصحاح 25، مش فاكر بالضبط الإصحاح كام، أعتقد 21 أو كده، بس مش متأكد، ما تاخدهاش مني معلومة، ممكن أرجعها وأقولها لحضراتكم. طب ليه ذكر الاختلافين؟ ليه السفرين ما قالوش نفس الرقم؟ ليه ما قالوش 1,100,000 و500 وريحونا؟ لأنه اتذكر السفرين مش تكرار للكلام، ولكن طريقة تكميلية أيضا طول عمرها بنتكلم الكتاب المقدس لما يكرر معلومة بيقولها الطريقة تكميلية توضح بالضبط بالضبط. أشبهها لحضراتكم بكاميرا بتصور المشهد، بيحطوا أكتر من كاميرا تصوره من أكتر من زاوية، حتى مثلا اللي بيتفرجوا على الكورة يجيب الهدف ونشوف الهدف كلنا ونتفرج عليه في أثناء المباراة، بعد كده يبتدي يجيبوا إعادة الهدف من أكتر من زاوية علشان يشوفوا اللي بيحبوا الكورة يشوفوا حلاوة اللعبة، ودايما يجيبوها من ثلاث زوايا تانيين، فتبقى في الآخر شفنا الهدف من أربع زوايا. أي حد بيتفرج على كرة القدم عارف الموضوع ده، وبيستمتع جدا بإعادة الأهداف لما نشوف الهدف جه ازاي، وكاميرا تانية وكاميرا تالتة وكاميرا رابعة. طب ليه بيعدوه؟ ما بيعدوش نفس الزاوية، لا مش محتاجين، بيعدوه بزوايا تانية بطريقة تكميلية توضح الجمال اكتر. عشان كده اي معلومة بتتذكر في الكتاب المقدس وتتكرر دايما بتتكرر بطريقة تكميلية وليس التكرار للتكرار. فالاختلاف في الارقام زي ما قلت بيكملوا بعض، فنفهم طيب معلش ربنا يبارك حياتك اللي نطيت عنك. ففهمنا الأرقام في السفرين مكملين بعضهم بعض، فهمنا مين الجنود بالفعل اللي موجودين حاليا ومين المعدودين ينفعوا يكونوا جيش احتياط يتجمعوا في أي وقت. فكاتب الوحي الإلهي أرشد الاثنين بالكتابة بهذه الطريقة، سواء جاد وناثان النبيين أو في سفر أخبار الأيام اللي هو طبعا عزرا الكاتب، يكتبهم بالطريقة دي علشان نفهم المعنى الفعلي للأرقام واللي موجود بالفعل والقصة معناها ايه. هي قصة ليها معنى روحي جميل جدا، ولكن يمكن دخلنا في ساعة وشوية، فيمكن أجله شوية لو جات فرصة تانية أتكلم عنه، لأن كل رقم من دولة ليه معنى رائع قوي، بس ممكن أجلها مرة تانية علشان الوقت ما يسرقناش، لأن تعدينا ساعة ونص لغاية دلوقتي من بداية الروح.